شفتو وتبعتو عبر مجموعه ديال المنابر الاعلاميه بالنسبه للدوره ديال المي، كانت واحد النقطه اللي كانت كثر فيها القيل والقال وثارت واحد الجرق كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وهزت الراي العام المحلي. يعني الساكنه استنكرت هذه المساله ديال محاوله السيد الرئيس انه يبيع قطع ارضيه بالسوق الاسبوعي، ولله الحمد تم اسقاط هذه النقطه هذه بتصويت ديال 15 عضوا وعضوة مع بالرفض مع موافقة ديال 11 عضو وامتناع عضو واحد وتغيب واحد العضو اصلا. اذا نعتبر حنا بان التصويت بالرفض على هذه النقطة هو انتصار للارادة ديال الساكنة، لان ما يمكنش ان الشارع يغلي والسيد الرئيس متشبث بادراج هذه النقطة وبتمريرها. وللاسف الشديد كما شفتوا شفتوا مجموعه ديال المنابر الاعلاميه انه بعد مباشره بعد انتهاء الجلسه الاولى ديال الدوره ديال المي السيد الرئيس صرح لهذه المنابر انه غادي يعاود يدرجها. وحنا ما فهمناش لماذا السر ديال السيد الرئيس في ادراج النقطه هذه، لماذا كاين شي حاجه ما مفهوماش. السيد الرئيس من رجينا حنا للمجلس هذا تقريبا 8 شهور ما كنناقشوا غير السوق السوق السوق، واش شي كيطرح علامات استفهام عديده وغير مفهومة. أكثر من ذلك السيد الرئيس في هذا الملف ديال السوق الأسبوعي فايت ليه صدر مقرر والمجلس خدا واحد مقرر جماعي بشأن اقتناء ديال عقار السوق الأسبوعي، ولكن كنا نعتقد أن السيد الرئيس خصو يلتزم بالمكان الموطن للسوق الأسبوعي بوثيقة ديال التصميم التهيئة ديال المدينة. نفاجئ السيد الرئيس عطينا واحد المقرر ديال اقتناء الأراضي باش يمشي يقتني الأراضي، مشى بوحدو العقار ديال السوق الاسبوعي ومشى بغى يشري في واحد المنطقه اللي كلها اوحال اللي خص عباد الله خصهم البوط باش 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 يتسوقوا. السيد الرئيس لهذا اضطرينا نرسلو السيد الوالي بشان الخروقات ديال السيد الرئيس، لان كنعتبروا بان هذه المساله ديال محاوله ديال ادراج النقطه مره ثانيه نعتبره في التقدير ديالنا حنا امتناعا في تنفيذ مقررات الرئيس، وهو الامر الذي يستدعي المساءله. فعلا توجهنا بالسيد الوالي في ظل هذا الوضع الشاد المحتقين وتفاديا لاي بلوكاج ممكن يضيع مصالح البلاد والعباد، توجهنا ليه بملتمس تفعيل الماده 72 من القانون التنظيمي 113/14 لحل المجلس الجماعي، لان الاشكال الان ان السيد الرئيس لا يكترث بمصالح البلاد والعباد. نهار جينا حنا على السوق ما كنديروا حتى حاجه. ايضا تقدمنا البارح بطلب عقد دوره استثنائيه باغلبيه النصف زائد واحد لادراج مجموعه ديال النقط، فيها النقطه الاولى ديال تعديل النظام الداخلي، لان للاسف الشديد في هذا النظام الداخلي كان السيد الرئيس لا يتجاوب معنا بحكم انه كان يتوفر على اغلبيه عدديه ما كانش كيتفاعل مع مقترحات ديال المعارضه. ايضا تم ادراج النقطه في الدوره الاستثنائيه اللي السيد الرئيس ملزم قانونا انه يعقد في اجل 15 يوم. مسألة ديال تغيير تصميم التهيئة ديال المدينة بهذا الشريط الموحد للسوق الأسبوعي اللي كترفض الساكنة أنه يتباع. حنا نطالب السيد الرئيس أو طلبنا السيد الرئيس باش يحاول يتفادى هاد المشاكل اللي أو النقط اللي ما كيلقاش عليها إجماع بالنسبة للساكنة، ولكن للأسف الشديد التعنت ديال السيد الرئيس أنه باغي يدوز عاوتاني النقطة وباغي يدوزها بطرق ملتوية لا يستقيم الكلام عنها. نقطة أخرى أيضا الدراسة والمصادقة على تغيير كما قلت الدراسة والمصادقة على تغيير تصميم تهيئة المدينة بهذا الشريط الموحد للسوق اللي كثر عليه القيل والقال. حنا من حقنا كمعارضة أو كمجلس جماعي وفق المادة 26 من القانون ديال التعمير 1290 أننا نغيرو بلون دو ميناجمون، وحنا غادي ناخدو ملتمس باش نغيرو هاد بلون دو ميناجمون. مسألة أخرى هي إلغاء ديال المقرر السابق. الإخوان عن حسن نية صدقوا المجلس على المسألة ديال النقطة ديال اقتناء الأراضي في مقرر جماعي سابق، ولكن للأسف الشديد أن السيد الرئيس خدا المقرر هذا واستغلوا بواحد الشكل زعما ملتوي، لأن الإخوان صدقوا لي على النقطة ديال اقتناء عقارات لإيواء مجموعة ديال المشاريع فيها مستشفى القرب فيها ملاعب القرب فيها مقبرة سيدي عبد العالي فيها محطة طرقية فيها السوق الأسبوعي. السيد الرئيس مشى للنقطة ديال السوق الأسبوعي بوحدها وجاب
ليكسبيرتيز لواحد باش يشري هذا العقار ديال السوق الاسبوعي في واحد المنطقه كلها اوحال، بمجرد انك تسقط الشتاء ساعه ساعه ساعتين ديال الشتاء تيولي كلشي كله اوحال. وبالتالي حنا صوتنا، حنا بالتالي حنا راه درجنا هذه النقطه هذه باش نناقشوا هذا الالتفاف ديال السيد الرئيس على هذا المقرر، وسنطالبه وسنحاول التصويت بالغائه، مع العلم ان في النقاط الاخرى درنا الموافقه، درنا التخصيص ديال العقارات المزمع قتيناها، درنا التخصيص ديال العقار ديال المستشفى القرب، درنا التخصيص ديال العقار ديال المحطه الطرقيه، وايضا التخصيص ديال العقار ديال مقبره سيدي عبد العالي، كتعرف واحد النوع ديال الاكتظاظ. ايضا درجنا في جوج الاعمال ديال الدور المزمع قدوها المساله ديال موافقة على اعداد برمجة بعض الاعتمادات بجزء الثاني الميزانية. كنا خصنا واحد 108 مليون اللي يقتنع واحد الشاحنة. الان نرى اننا نحول هذه الاعتمادات باعداد برمجتها لاقتناء العقارات. والمناسبة انا اشيد بالدور ديال الاخ المستشار وليد وعلام منتدب ديال الجماعة بتدبير بمجموعة تدبير النفايات اللي ترافع وغادي يجيب كاميو ديال 14 طن. وهذا الاستغناء ديالنا على الشاحنة ديال البلدية جاء انسجاما مع هاد المبادرة والطرف وحدي هاد الأخ هذا، ومشكور من هذا المنبر. وحنا بغينا الإخوان اللي المنتدبين ديالنا في مجموعة ديال الجماعات كاملة أن تكون عندهم واحد القدرة ترافعية بهذا الشكل هذا. وأشكر مرة أخرى السيد وليد علام على هذه الشاحنة هذه. وبالتالي حنا الإعتماد ديال هذه الشاحنة في الدوزيام بارتي ديال 180 سنتيم، حنا بغينا نخصو اقتناء هذه العقارات. مستشفى القرب كاينة فيه ثلاثة كتار ونص، باقا كتار ونص ممكن نشريوها. العقار ديال المحطة الطرقية حسب وثيقة ديال التصميم ديال المدينة فيه 1700 مربع، يعني ممكن نقتنيها. والمسألة أخرى ديال التوسيع ديال المقبرة سيدي عبد العالي 4 كتار ونص كتار، أعتقد راه كافي. مسألة أخرى، واحد النقطة مهمة توجهنا بها في الطلب انعقاد ديال الدورة هو الدراسة وإبداء الاهتمام ديال 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 الدراسة والإبداء الاهتمام بخصوص العقار ديال الزربية. هذا واحد عقار ديال الزربية كاين في مصطفى تغبلوت وملك ديال الجماعة. حنا بغينا باش ننشئوا فيه مثلا غير مجرد دراسة واهتمام، على أساس أننا نديروا فيه شي وحدة فندقية أو مركز الإيواء والتخييم. علاش؟ انسجاما ومواكبة مع مجموعة ديال المشاريع كتعرفها المنطقة. تنعرفوا بان الطريق الوطني رقم 12 اللي كتربط القصيبه بتنغير او شكات على الانتهاء. مساله ايضا ديال السد ديال تكزيرت اللي غادي يعرف انطلاقه ديال الاشغال في الايام المقبله. وبالتالي مواكبه لهذه المشاريع وفي ظل انعدام ديال البنيه ديال الاستقبال هنا عندنا في المدينه، اعتقد ان هذه اللي كانت تستغل هذه المساحه هذه لاواء مشروع بهذا الشكل هذا لانعاش الاقتصاد، ومساله ديال تعزيز العرض السياحي بالمنطقة. أعتقد بأن هذه أولوية يجب أن يشتغل عليها المجلس. بالنسبة للمسألة ديال التواصل، كما لاحظتوا مجموعة ديال الإخوان، السيد الرئيس راه عديم التواصل، إذ لم يسبق له بالبث والمطلق أن عقد ولو لقاء تواصليا مع الساكنة. عمرو ما دارش لقاء تواصلي ريح مع السكينة يتصنت للمشاكل والاهتمامات ديالهم. أكثر من ذلك، السيد الرئيس يحضر فقط المقر الجامع، المقر اللي يعملوا ساعة فقط، وحنا رسنا الولي باش بهاد المسألة هادي. تيحضر من 8 ونص حتى 9 ونص وتينزل للمقر ديال العمل ديالو. حنا ماشي مشكل، هو ناجح مهنيا، الله يكمل ليه والله يزيدو، ولكن أعتقد أنه ملزم قانونيا باش يتصنت للمشاكل والهموم والانشغالات ديال السكينة. بالنسبة للسيد الرئيس كان يتواصل مع الأعضاء ديال المجلس الجماعي فقط كل يوم خميس، يبان هذيك النقطة ديال الاقتناء ديال العقارات. بمجرد كان السيد الرئيس يتواصل معهم كل خميس في إطار الاجتماعات بالجماعة، بمجرد أنه اختار المقر ديال اقتناء الأراضي انقطع الاتصال. مسألة أخرى، بالنسبة للتعامل ديالو مع المعارضة، حنا ما فهمناش السيد الرئيس يصرح لمنبر إعلامي بأن المعارضة دون المستوى وأنها غرضها على البلوكاج، في الوقت اللي الإخوان في المعارضة عمرهم ما صوتوا لها بالرفض على شي نقطة، بل أكثر من ذلك مجموعة ديال المقررات دوزوهم بالأغلبية المطلقة، إلا ما دوزاش ب 28 كيدوزها ب 26 ب 24 ب 25،
وبالتالي كنتسال انا فين كاين هذا البلوكاج هذا. مساله اخرى بالنسبه للتعامل ايضا نديروا مع المعارضه، للاسف الشديد السيد الرئيس بيروقراطي عنده اغلبيه عدديه، لم يتفاعل معنا في مجموعه ديال النقاط منذ اول دوره ديال وضع النظام الداخلي. تقدمنا كمعارضه مجموعه ديال اقتراح مجموعه تعديلات، لم يتفاعل معها. ايضا في مجموعه ديال النقاط مجموعه ديال الدورات ما تيتسوقش لينا، كتهضر ثلاث ايام، رغم ان نبهنا مرارا وتكرارا لضروره التعامل، لان كتكون نقاط قيمه، كتكون من مجموعه ديال النقاط مخالفه لمقتضيات القانون 213 و 14. ومع ذلك السيد الرئيس بحكم انه عنده اغلبيه عدديه مزعومه، راه انه تيمر داكشي اللي بغى بالشكل اللي بغى. حنا راه كما كتشوفوا الوثيقه اللي توفر نسخه منها، ان كما قلت رسنا السيد الوالي، لان كان مجموعه ديال الخروقات ديال السيد الرئيس منذ توليته الرئاسه، كان خروقات عديده بشان التزوير ديال المحاضر، بشان تحويل واحد الملعب ديال القرب دون اتخاذ المجلس الجامعي كمقرر. هذه اخطاء جسيمه رسنا فيها السيد الوالي، للاسف تلقاو اجوبه منافية تماما لما هو حاصل. مسألة أخرى أن السيد الرئيس والمكتب المسير ديالو يحاولوا الاستقواء بالسيد الباشا والسيد الوالي في ضرب صارخ للمبدأ ديال التدبير الحر. أكثر من ذلك أحد النواب ديال الرئيس تيقول بأن السيد الباشا والسيد الوالي عندهم غير أكثر من الأعضاء وأكثر من الساكنة وأكثر من الأطر الكفاءة ديال البلاد، ونعتبره إساءة لهذا السيد الوالي والسيد الباشا. لان ما كتعرفوا هادو حنا في دوله ديال المؤسسات، وهذا عمل مؤسساتي، وكل واحد تيعرف مجال التدخل ديالو وحدود الاختصاص ديالو. اذا قلت رسنا السيد الوالي بخصوص هذه المسائل هذه باش يلقى حل تفاديا لاي بلوكاج ممكن يكون في القريب العاجل، لانه ماشي معقوله ان السيد الرئيس كتقدم لي كمعارضه مقترحات وبتعديلات اللي كتهم المصالح ديال البلاد والعباد ويتم تجاهلها بهذا الشكل. اكثر من ذلك العديد من المقررات ديال المجالس ما كينفذهاش السيد الرئيس، تيكون شي مقرر جماعي لا يتماشى مع نزوعاته. اش كيدير؟ كيحاول عاوتاني في دوره اخرى وبطرق ملتويه ان يصدر مقرر مخالف الذي سبق اتخاذه، ونعتبره امتناعا، اقول ما نعتبره امتناعا الرئيس عن تنفيذ مقررات ديال المجلس وتستدعي المساءله والمحاسبه.